السلام عليكم الخوت، تحياتي لكم من الكبار والموظفين ديالنا. خطر شعارنا الله الوطن الملك. ديجا قلت لكم باللي انه هضرنا على البطاقه المهنيه اللي خاصه بالمهني كما كان طاكسي كاميو كارو. المهم على ما اشوف انا وعلى ما انتظر في عقلي باللي انه كل شيء غادي يولي البيكال، غادي يديروها لاسيرونس الكاسك، راه غادي الحوايج. والله يحفظ بن كيران وخا داه التران اخنوش، خلنا ما نشوفو، ما عليناش. راه نقص واحد الدرهم اليوم ديال ليسانس، يزيد بجوج دراهم وثلاث دراهم وينقص بالدرهم والربعة دور، ما علينا. البطاقة المهنية هو موضوعنا ديال اليوم. البطاقة المهنية اللي كيقول لك خصك ديرها غادي تكون إجبارية وتكون في أي بلاصة يجبدوها. أنا سبق لي ودرت واحد الفيديو في 2020 على واحد، كنت ديجا في 2015 درتها في 2015 درتها في تاوريرت، حاليا في 2018 2019 قال لك باللي انكم خصكم ديروا فروع ديال وجده، ديرها في وجده وتولي عاوتاني تقرا في وجده وتدفع في وجده. كي ايها الناس مشينا دفعناها، جمعنا الوراقي، راكم عارفين الوراقي وعارفين الوراقي ديال البلاد ديالنا. تمشي اي بلاصه تجلس بثلاث ايام باليومين، زرت الخدمه نهار يومين، جمعنا رافيزيت، جمعنا كلش، دفعنا الوريقه، حسن السيره ديال البوليس، جمعنا كلش، دفعنا الوريقات من 2000 عامين هذه، دفعنا الوريقات. مين دفعناهم ما سيدي؟ حنا قلنا صافي غادي يعيطونا، بقيت نتسنى. كي ايها الناس مشيت لهم، هذه واحد 8 شهور دابا ولا مشيت عندهم، قلت لهم ودي ما عيطوليش. قال لك حنا عيطنا لك النمره ديال التليفون ديالك ما كايناش. قلت لهم انا هي النمره؟ قال لك هي. قلت لهم وفعلا مشات لي. قال لك عطينا جددنا النمره، جددت لهم الجنوامر كاع اللي عندي، قلت لهم ها هما النوامر، عطيتهم النوامر، قلت لهم تلا خصكم ثلاثه ولا اربعه نعطيهم لكم، عطيناهم النوامر. قال لك يمكن من شهر 4 نعيطوا لك اللي داز. مهم ما عيطوا ما والو، مع بنادم الجرا والدنيا فاتنا انا. البارح اللي هو يا ربي تفكرنا بالشهاده، البارح هو نهار الثلاث 20 في شهر 7، هذه 3 شهور، هذه يقول لك في شهر 4 غادي نعيطوا لك، في شهر 1 ولا في شهر 4. مشيت البارح عندهم، تلاقيت واحد جوج ديال الاشخاص اخرين هما اللي كاينين تما، ما كاينش ذاك النهار الاول. لحقاش هذوك اللي مشيت عندهم قال لك اودي راه حنا عيطنا لك، كعطيتهم لاكار ديالي والبيرمي كيضربوا في البيسي جبدوا لي الدوسي ديالي، دوسي فيه الوراق ديالي كاملين، قال لك الوراقي عندك كاملين زينين، قال لك عندك غير تليفون عيطنا لك كنا باغيينك يمكن علاش ندوز ولا ما نعرف. قال لك المهم الوقت داز، عطينا النمره، ردوا الدوسي لبلاصتو كلاصاوه. البارح اللي هي قلت لكم 20 في شهر 7 مشيت عندهم، دليت لهم بالاوراق ديالي، بالبطاقه المهنيه، بلاكارت لاسيونار، بالبيرمي، نضربوا في البيسي. قال لك اخويا انت كاع ما كاينش، واش راك تقول اسيدي؟ قال لك ما كاينش. قال لك واش ما عطاوك شي ريسيبو؟ قلت لهم ما عطاوني لا ريسيبو لا والو، عطاوني قال لك التليفون ديالك غنعيطوا لك حنا مره عيطنا، عطاوني التليفون. قلت له واخا، بقى يقلب، من يدخل لاباج ديال المغرب كامل كيجبرني يوسف رشيد، من يدخل لاباج ديالو كامله كيجبرني في طرابوبليك مكاشي عندهم رشيد اليوسفي. من كيمشي للموقع لا ريجيو ديال وجده ما كيجبرنيش. واش تا هو الحل؟ قال لك اخويا انت خصك تجمع الدوسي من جديد كي بغيتو. هاد وزاره التجهيز والنقل وهاد الفروع ديال هاد ليكول ديال بريفي، واش بنادم بقى له يضرب غير صايب؟ قال لك معنا ما نديرو لك. قال لك خاص السيد من عطاتو الدوسي يعطيك ريسيبو، هذاك ما عطانيش الريسيبو.
قال لك هذاك ما كانش يعطي الريسيبو، حنا كنعطيو الريسيبويات، واش انا نولي نجدد؟ المهم في التالي مشيت للدار جبت لهم شي ورق اخرين كانوا عندي، قال لك لا والو الدوسي ديالك ما كاينش. ومشيت جريت عاوتاني وجمعنا وريقات اخرين، قال لك نجمع الدوسي ونشوفه الله يرحم الوالدين. مشيت جمع الدوسي وجمعنا كلش، عاود غدوه ان شاء الله نمشي ندفع ونعطيكم الجديد. الخلاصه ديال هذا القول، اللي مشى يدفع شي ورقه في اي اداره مغربيه خصو ورقه يكاشي له بنادم يعطيه ريسيبو، ريسيبو وفين ما مشيت. المهم في اي بلاصه ريسيبو، لحقاش بالريسيبو مو حاجه تسلك في هذه البلاد السعيده. وتحياتي للاخوان هنا اللي بغيت نقول لكم خوتي، الانسان اللي بغى يضيع وقته يضيعه، ولا بغى يدير شي وثيقه خصو اوبليجي يضوماندي ورقه عليه. وتحياتي، يعطيو ريسيبو باللي انه دفع هذه ودفع هذه ودفع هذه. وانت وزهرك، وتحياتي للمغاربه، وتحياتي للشيافر المهنيين كما كانوا، تحياتي لكم.